السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر طارق فؤاد، كبير معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة دكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات، ومؤلف كتاب إكسلنس. طبعا خلاص فاضل أيام على الامتحان، وعشان كده حبينا نعمل لكم مراجعة ليلة الامتحان، وإن شاء الله تكون شاملة كل أجزاء المنهج في الترم الثاني. وأرجو أن الفيديو والشرح يعجبكم، ولو أعجبكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نبدأ، يلا بينا. أول حاجة هنبدأ بـ revision على الفوكابلري أو الكلمات. Number one, you should save ولا stay ولا follow ولا keep to a study plan. طبعا هنا هاخد keep معناها يلتزم بـ keep to. Number two, there are many A in the sky. يعني يوجد A في السماء، طبعا مش cats ولا bugs ولا dogs، طبعا هي fogs. Fogs معناها الضباب أو الغيام يعني. Number three, the red color, اللون الأحمر, contains ولا represents ولا presents ولا produces blood and war. طبعا هنا هاخد كلمة represents معناها يمثل، اللون الأحمر بيمثل الدم والحرب. Number four, some students, بعض الطلبة, make ولا run ولا send ولا teach their homework by email. طبعا بدلا بالإيميل يبقى إيه؟ send، يبعتوا الواجب على الإيميل. Number five, the judge realizes that they committed ولا played ولا acted ولا made the crime. طبعا crime أو mistakes أو أي حاجة فيها خطأ باخد معها ال verb commit اللي هو معناه يرتكب، يبقى committed the crime. Number six, Tarek expects ولا accepts ولا accepts ولا skips that I will get high marks. طبعا هنا هناخد كلمة expects معناها يتوقع ان انا هجيب درجة عالية، كلمة accept معناها ما عدا، accept معناها يقبل، skips معناها يتجاوز او يتخطى. Number 7, the thief, اللص, stole ولا robbed ولا painted ولا killed the old man's car. طبعا عربية مش هينفع معها killed. طيب هل ينفع معها painted؟ اه ينفع معها painted، بس ما يبقاش الفاعل حرامي، الحرامي مش هيجي يدهن العربية. طيب يبقى ناخد ايه؟ ما بين ستول وروبد والاتنين معناهم يسرق. طبعا روب بيجي وراها المكان او الشخص المسروق منه، مش بيجي بعدها المسروقات، اللي بيجي بعد المسروقات هي ستول، يبقى الاجابة الصح هي ستول. Number 8, you find out about the past in A. انت بتكتشف معلومات عن الماضي في اي مادة؟ طبعا واضحة جدا in history lessons. Number 9, I wanted to help him but he turned not my offer. انا كنت عاوز ساعده ولكنه رفض العرض بتاعي. كلمة يرفض اسمها turn down. turn down يعني يرفض. طبعا turn down ليها معنى اخر، معنى يخفض درجة الحرارة او الصوت. Number 10, the police want to find out. البوليس عاوز يكتشف who not the old woman. مين اللي عمل حاجة في الست؟ عمل ايه بقى؟ مارد؟ مين اللي اتجوز الست العجوزة؟ البوليس ماله طبعا. ميد؟ لا. مود؟ لا. طبعا هي ميردرد. ميردر معناها قتلة، زي كلمة كيلد كده ولكن فيها تعمد. Number 11, هالا is interest ولا interested ولا interesting ولا entertain in arts. طبعا عاوز اقول هالا is ايه؟ interested يعني هالا مهتمة بي، يبتدي مع حرف الجر in. Number 12, we will watch a live note of the conference. هنشاهد ايه مباشر؟ طبعا بس مباشر، بس يعني broadcast. broadcast بتيجي بمعنى الاذاعه برضه. Number 13, cards are not games. لعبه الكوتشينه من العاب الايه؟ العاب المائده او يعني اللوحه، بيسموها board games يعني بتلعب على ترابيزه او حاجه زي كده. Number 14, I have English and science every Sunday on my school A. عندي كل يوم حد انجليزي وعلوم
وده موجود في الايه، في التايم تيبل اللي هو ايه، الجدول. يبقى مع المدرسه باخد تايم تيبل، جدول المواعيد. نمبر 15، I couldn't find any A to the problem. انا مش لاقي ايه، اي ايه للمشكله. طبعا المشكله هيكون موجود معاها ايه، solution بمعنى الحل. نمبر 16، A player who runs in a race. اللاعب اللي بيجري في السباق اسمه ايه بقى، ايه زي ايه؟ طبعا ريسر، ريسر يعني متسابق، جري. نمبر 17، he was disappointed ولا disappointed ولا glad ولا happy after he lost the game. بعد ما خسر المباراه كان محبط، محبط طبعا disappointed. disappoint الفيرب نفسه يحبط، وglad طبعا ما ينفعش، هي وهابي معناها سعيد، زي خسر وسعيد يعني. نمبر 18، he is surprised with ولا in ولا at ولا on what happened to her. هو يعني مندهش من اللي حصل لها، دايما سربرايز بيجي مع حرف الجر at. نمبر 19، the teacher asked the students to take A in the competition. المسابقات والمباريات او اي شيء فيه اشتراك بناخد معاه take part. take part بمعنى يشترك. نمبر 18، I usually write some notes in the not every night. بكتب ملاحظات ليا ايه كل ليلة طبعا في الدايري. دايري اللي هي D-I-A-R-Y، طبعا ما تلخبطش منها وبين ديري، دي معناها منتجات ألبان أو معمل ألبان. نمبر 21، he went not to open the front door. نزل عشان يفتح الباب الأمامي، طبعا he went downstairs، نزل لأسفل. نمبر 13، he is annoying. الشخص ده مزعج. he calls a in ولا at ولا for ولا up us at night. عاوز يقول بمعنى يزور. كلمة call in بمعنى يزور، ناخد بالكم ده expression كده او بيسموه phrasal verb، فعل مركب. call in يزور. number 24، what do you complain not. عاوز يقول انت بتشتكي من ايه، what do you complain about. number 25، a not is a place where you can put books at home. حطوا فيه الكتب في البيت، طبعا دي بنقول عليها بوك كيس، اللي هي المكتبة الأرفف اللي عندك في البيت. نمبر 26، the man is responsible A the shop. الراجل مسؤول عن يبقى responsible for. children shouldn't go out. الأطفال مفروض ما تخرجش. when it is dark، لما الدنيا بتضلم. تضلم اسمها gets dark، اسمها ايه؟ gets dark. نمبر 28، water is very A for your body. المية ايه بالنسبة لجسمك؟ طبعا useful اللي هي معناها مفيدة، طبعا عكس useful harmful اللي هي ضارة. نمبر 29، never give in ولا at ولا for ولا up and remember what you want. اوعى ايه؟ never ايه؟ طبعا هاخد هنا give up، اوعى تستسلم. give up معناها يستسلم او ممكن يقلع عن شيء. نمبر 30، she is very not، she is very beautiful، طبعا attractive بمعنى جذابة. attract هنا الفيرب يجذب. نمبر 31، I found a good restaurant. أنا لقيت مطعم كويس بالقرب مننا، بالقرب مننا أو بالقرب مكان اسمها nearby. nearby أما كلمة near قريب من، لازم أقول near إيه، ونير لي تقريبا ونير زي ملهاش معنى. نمبر 32، I'd like to watch. بحب أتفرج على إيه، programs البرامج اللي إيه on TV they give me much information. طبعا اللي هي documentary. documentary بمعنى وثائقية. number 33، we cover ourselves with، بنغطي نفسنا بإيه، بنتغطى من نيجي ننام يعني when it gets cold، ما الدنيا ببرد، طبعا blankets اللي هي بطاطين، ما ينفعش curtains اللي هي ستاير ولا صوفز الكنب يعني. number 34، this food، الطعام ده tastes إيه، يعني طعمه إيه، طبعا هقول good. وناخد بالنا ان تيست من الفيرب بتاع الحواس اللي هي بيجي وراها adjective، عطول بيجي وراها الصفة، زيها زي smell. number 35، many A watched the film. اتفرجوا على الفيلم on TV yesterday. طبعا هاخد هنا viewers المشاهدين. number 36، I hate the boys who A noise. بكره الولاد اللي بيعملوا ايه، طبعا اللي بيعملوا دوشة. طبعا هاخد هنا make، يبقى نويز بيجي معها الفيرب make. number 37، طارق was the only A
of the train accident. كان ايه من الحادثة بتاع الطريق الوحيد اللي ايه الناجي. الناجي يعني survivor. Survivor ناجي. Number 38, the A of the doctor must be very clean. ايه بتاعت الدكتور لازم تبقى نظيفة قوي طبعا. Instruments اللي هي معناها الأدوات بتاعته. She was waiting, not her friend. طبعا wait مع حرف الجر for لما هيجي بعديها الشخص أو الشيء اللي أنا منتظره. لكن كان ممكن يجي in لو يجي وراها المكان. أوكي؟ وممكن يجي to لو هيجي وراها يعني verb. وممكن يجي with لو هيجي وراها شخص هي منتظرة معاه. Number 40, can you not me how to make a kite? ممكن تقولي زي اعمل, يبقى تعلمني بقى, يبقى ايه teach me. خلاص. Number 41, he had high A so he went to the doctor. راح للدكتور. يبقى كان ايه المرتفع عنده؟ temperatures, درجة الحرارة. Number 42, I go to the to buy books. بذهب الى ايه عشان اشتري الكتب بقى. طبعا book shop اللي هو مكتبة بيع الكتب. والفرق ما بينها وبين library. library معناها المكان اللي انت بتروح تقرأ او تستعير منه الكتب. Number 43, the robbers, اللصوص, broke the bank. طبعا هو اقتحم. وكلمة يقتحم اسمها break in. وينفع برضو بس ما جاتش break into. break in و break into يقتحم مكان بغرض السرقة. Number 44, a not is a period of 10 years. هي مدة 10 سنوات. طبعا هي ايه لمدة 10 سنوات؟ طبعا decade اللي هو العقد. Number 45, his much homework prevented him, منعه من going to the party, نروح حفلة. prevent بيجي مع حرف الجر أو preposition from. okay. Number 46, my sister likes the fashion. أختي بتحب إيه الموضة إيه؟ The latest fashion, أحدث الموضات. Number 47, at school students have many A. في المدرسة الطلبة عندها إيه كتير إيه؟ activities اللي هي أنشطة. Number 48, we usually sit and watch TV in the A. بنفرج على التلفزيون فين؟ طبعا in the living room اللي هي حجرة المعيشة. Number 49, she did the housework, عملت الشغل بتاعها. Not she sat in the garden, وقعدت في الجنينة. طبعا عاوز اقول بعد كده, نقول ايه afterwards. afterwards معناها بعد ذلك. خد بالكوا جاي بعديها كمان. Number 50, environment ولا recycling ولا pollution ولا football is a dangerous problem, we should find a solution for. لازم نلاقي لها حل. طبعا هنا يبقى مشكلة, يبقى هي ايه pollution, التلوث. Number 51, I will not buy this jacket. مش هشتري الجاكيت ده. It's a fashioned, موضة ايه, ها يبقى old fashioned, موضة قديمة. Number 52, I bought it for 5 pounds only. اشتريته بخمسة جنيه بس. It was a good ايه, وكان ده ايه, يبقى كانت صفقة رابحة. Good bargain. Bargain بمعنى صفقة, وساعات تيجي بمعنى يساوم لما تيجي كverb. Number 53, I don't like this house. I will ايه, ها انا محبش البيت ده, يبقى انا هعزل. I will move. Number 54, did you complain not at the manager? فاكرين قبل كده ما قلنا complain بيجي وراها about, بس ده بشرط يجي بعدها الشيء اللي بتشتكي منه. لكن هنا بشتكي الى, يبقى complain to the manager, المدير. Number 55, I am worried not my exam result. طبعا worried مع حرف جر about بمعنى قلق بخصوص. Number 56, the prisoner could escape, هرب not the prison, السجن, يبقى اي برضو from, من السجن. Most boys are interested, خدناها قبل كده طبعا, قلنا ايه in, interested in بمعنى مهتم بي. طيب biology ولا ecology ولا psychology ولا chemistry is a science which includes everything around us, بيشمل كل شيء حوالينا, يبقى ده اسمه علمي, اسمه علم البيئة. ها خلاص, ecology. ecology خاص معناها علم البيئة, خاص كل اللي حوالينا. Number 59, it's healthy to sleep early, يعني من الصحة ان انت تنام بدري. and not wake up early, ها طبعا وتصحى بدري. طبعا هي wake مفروض هنا في الاول, wake up early, wake قبل, يبقى wake up معناها
يستيقظ. We see plays in the evening. بنتفرج على المسرحيات فين؟ طبعا في المسرح اللي هو theater. Number 51. Prices are not these days. الأسعار بترتفع بقى. Rising. Rising بمعنى ترتفع ما بتحتاجش وراها مفعول. Number 52. We can buy tomatoes from the A. بنشتري الطماطم منين؟ من عند مين؟ أكيد من الجرين جروسرز اللي هو بنقول عليه الخضري. Number 63. TV and internet have great A on children and youth. يعني لها إيه؟ قوي أو عظيم. طبعا تأثير. فأخد effect. Effect تأثير. أما الكلمة affect يؤثر على ده الفيرب. لكن دي هنا الاسم. Affection معناها العاطفة. Number 64. Parents should take care of their sons. الأباء مفروض يعتنوا بأبنائهم and daughters وبناتهم. Especially خاصة when they are if. خاصة في مرحلة إيه؟ ها؟ Teenagers. مرحلة الإيه؟ ها؟ المراهقة. طبعا elderly كبار السن قوي اللي هو العواجيز يعني. لكن احنا بنتكلم على هنا teenagers. مراهقين. Number 65. London is the A city of England. طبعا هي عاصمة انجلترا بقى نقول capital. City العاصمة. A is a period of 100 years. 100 سنة. طبعا اللي 100 سنة ده اسمه century. Century يعني قرن. Number 67. The private not help the police with crime. هو ايه الخاص اللي بيساعد البوليس في حل جرائم؟ طبعا detective بمعنى المحقق. Number 68. I offered him a job. انا عرضت عليه وظيفة. But he didn't. ولكنه لم يقبل. Didn't ايه بقى؟ Accept. وقلنا قبل كده expect يتوقع. وaccept معناها ما عدا. Number 69. When Tariq drove very fast. لما طارق ساق بسرعة. He got a A. حصل على A. Fine. Fine هنا مش معناها بخير. معناها غرامة. Number 70. وآخر واحدة في الفوكابلوري. A century ولا decade ولا millennium ولا era is a period of 1000 years. 1000 سنة. يبقى دي millennium اللي هي الألفية. وبكده يبقى خلصنا وراجع على الفوكابلوري. وهننتقل دلوقتي للجرامر. Choose the correct word or words in brackets. Number 1. If I knew his address, I not him. طبعا هنا knew جاية في الباست. أول ما يجي فعل الشرط في الماضي نعرف إن دي حالة تانية في قاعدة F فنرد على طول would أو could أو might plus infinitive. يبقى would visit. Number 2. علي didn't pass the exam. علي ما نجحش في الامتحان. Not he didn't study. ما ذكرش. يبقى جاي الجملة السببية بعديها. ايه اللي بتيجي بعديها جملة سببية كاملة؟ هي because ومعناها لأن. Number 3. She would hurt herself. يعني هي هتأذي نفسها if she not. طبعا هنا would hurt ده جواب الشرط بتاع الحالة التانية. فبالتالي نجيب معاها الباست. يبقى نجيب ايه؟ fill. Number 4. We should ولا shouldn't ولا must ولا can spend too many hours. نقضي ساعات كتيرة using the internet. مفروض ما نقضيش يعني. يبقى كده بنصح النصح اللي هو النهي يعني. فبقول shouldn't. طبعا should و shouldn't مع النصيحة. should اعمل و shouldn't ما تعملش. Number 5. We are studying not French and English at school. هنا بيقول لي اخد الارتكل الاداة. هل آه ولا آن ولا إني ولا نو ارتكل؟ طبعا اللغات ما بتاخدش ادوات فبقول نو ارتكل. لكن لو جي كلمة language بعديها فباخد ذا. اوكي يبقى هنا الحل الصحيح نو ارتكل. نمبر 6. Would you like not coffee؟ تحب بعض القهوة؟ طبعا هاخد some. في البعض هيقول لي طب ما إني بتيجي مع السؤال وده سؤال. بس خد بالك ده offer. مع العرض والطلب بستخدم some بدل من إني في السؤال. Number 7. We should ولا will ولا can ولا may respect traffic rules. طبعا بنصح هنا خلاص كده. لما يكون مع النصيحة فبقول should. Number 8. You don't like fish. انت ما بتحبش السمك. Not you
بجد؟ يعني أليس كذلك؟ ده الكويشن تاج أو السؤال المزيل اللي بيعتمد اعتماد أساسي على الفعل المساعد اللي موجود في الجملة، وهنا الفعل المساعد هو verb to do، وجاي منفي أنا بجيبه مثبت فبقول do you. Number 9 he is ولا maybe ولا can't be ولا are in the office I don't know. أدام أنا مش عارف يبقى بقول ربما، يبقى إيه؟ maybe. Number 10 the government not encourage tourism. طبعا هنا حاجة إيجابية فبقول برضو للنصيحة أو حاجة زي كده فبقول should. Number 11 let's go and see the film. طبعا مع let's دي حالة شاذة في حالات الكويشن تاج أو السؤال المزيل، بتكلم علينا نفسينا فبقول إيه يعني، فبقول shall we. Number 12 pupils should ولا shouldn't ولا shall not ولا may follow the school rules. الأولاد أو التلاميذ يعني يجب أن يتبعوا، برضو بستخدم should. Number 13 طارق is not university student، طالب جامعي. طبعا هنا دي زي وظيفة، ما دايما مع الوظائف باخد a أو an فأقول a university student. Number 14 I am not sure، أنا مش متأكد، اتفقنا مش متأكد يبقى he may come soon. Number 15 she not all over the world if she were rich. طبعا هنا where برضو حالة تانية، if she were rich بيرد عليها جواب الشرط would، يبقى would travel. Number 16 the doctor not bitter give right medicine to patients. يعني عاوز يقول هنا ان الدكتور من الافضل انه يعطي الدواء المناسب للدكاترة، فناخد بالنا ان bitter بيجي معها دايما had، had better would rather، الاثنين بمعنى من الافضل ان. Number 17 if I have ولا have had ولا had ولا had had enough money I would buy a laptop. برضو هنا would يبقى حالة تانية، يبقى اجيب معها past فبجيب had فقط. Number 18 I never drink coffee، انا ما بشربش قهوة ابدا. هنا الجملة دي منفية بمعنى ان هي منفيه نفي اعتباري، فبالتالي لازم اجيب الفعل المساعد في السؤال المزيل مثبت. اوكي يبقى اقول do I، اقول ايه do I. Number 19 a ولا an ولا the ولا any earth move around the sun. طبعا الارض بتاخد the earth. Number 20 it's wrong، من الخطأ you not، يبقى طبعا بنصحه ما يعملش كده، يبقى you shouldn't. Number 21 if she phones me tonight، لو اتصلت بيا النهارده. طب phones ده مضارع، يبقى دي يعني حاله، الحاله الاولى اللي بيرد عليها will او may او can، يبقى I will ask her about our homework. Number 22 people not obey rules، يطيعوا التعليمات او القواعد، طبعا should. Number 23 if I not you I would do the same thing، لو كنت مكانك كنت اعمل نفس الشيء. ده اصطلاح على بعضه اسمه if I were you، طبعا هنا تتكلم على فكرة النصيحة برضو يعني بتسوي should. Number 24 it not be sunny tomorrow it is possible، احتمال يعني الدنيا ممكن تبقى بكرة مشمسة، يبقى may. Number 25 if there was an eclipse، eclipse يعني الكسوف، لو كان في كسوف we not at it، كنا هنبص عليه. طبعا was هنا يبقى برضو حالة تانية، يبقى جيب would ها أو could. فهنا هاخد wouldn't look يعني برضو لأن البص المباشر على الكسوف بيعتبر ضار للنظر. Okay. Number 26 people should ولا shouldn't ولا can't ولا may throw rubbish، مش زبالة in the street، طبعا shouldn't. Number 27 I can ولا have ولا has ولا may travel to Alex tomorrow I am not sure، أنا مش متأكد، طبعا مع عدم التأكد والاحتمال باخد may. Number 28 if I not the lottery اليانصيب أو اللي هو المسابقة بتاعت الفلوس وكده I would buy a villa، كنت أشتري فيلا، فطبعا أنا بقول هنا دي حالة تانية جاي معها would زاد المصف، فبالتالي أنا جواب الفعل الشرط بتاعي هيبقى one if I one ماضي بسيط بيرد عليه would أو could. Number 29 أحمد is ولا will ولا may ولا should be the first I'm not sure، طبعا برضو not sure يبقى may.
Number 30, Spain اللي هي اسبانيا is not European country, دولة أوروبية. طبعا هاخد هنا A, A European country. واحد هيقول لي ده أولها حرف متحرك اللي هو الإي, فأقول له إن الإي كانت silent. طب هيقول لي ما برضو اليو كانت حرف متحرك, أقول له حرف اليو ممكن يبقاش متحرك لو اتنطق يه ساوند زي الحرف اليه عندي, فبالتالي هاعتبر إن هو حرف ساكن فأقول A. Number 31, he never studies hard, عمره ما بيذاكر جامد. He not pass the exam, طب كده احتمال ينجح في الامتحان؟ طبعا might, يمكن, وده الاحتمال الضعيف. Number 32, if it's not nice weather next week, الأسبوع الجاي, we will go to the park. طب أي حالة هنا will جواب شرط, يبقى الحالة الأولى اللي بجيب فيها present في الأول يعني مضارع فأجيب is. Number 33, Sama is busy tonight, مشغولة النهاردة. She not attend the party, لأنها مشغولة فعندها وقت قليل أو فربما تحضر حفلة أو ما تحضرش, الله أعلم, يبقى may. Number 34, they will have ولا would have ولا are having ولا have had a lot of money if they worked hard. طبعا هنا أي حالة من حالات if هنا worked, قلنا ماضي بسيط يبقى حالة تانية يبقى would have. Number 35, if Tarek will come ولا comes ولا is going to come ولا came early tomorrow, we will go. طبعا دي حالة أولى فبالتالي هجيبها present يبقى comes. Number 36, I'm not sure, أنا مش متأكد على not come late, يبقى نقول إيه؟ مش متأكد يبقى might. طبعا may أو might, بس might الاحتمال الأضعف يعني. Number 37, she not a new laptop if I lend her some money, برضو دي حالة أولى خلاص جايبين هنا مضارع بسيط فيرد ب will buy, will buy. Number 38, she not ill yesterday, امبارح. طب الاحتمال في الماضي بنقول may أو might have plus bb زي التصريف الثالث يبقى might have been, ربما كانت عيانة امبارح. Number 39, what not if you win the first prize, هتعمل ايه لو كسبت الجائزة الأولى. طبعا win ده مضارع فبالتالي هقول له will you do, دي حالة أولى في قاعدة F. Number 40 وآخر واحدة في الاختياري في الجرامر, if you find any problems, لو لقيت أي مشاكل, just a me. طبعا هنا دي حالة شاذة من الحالة الأولى اللي هو جواب الشرط بيبقى فعل أمر, لو حصل كذا اعمل كذا, فبيقول له لو لقيت مشكلة اتصل بيه بقى call me. وكده خلصنا الاختياري, نخش على الريرايت. Number 1, this shirt isn't large enough for me to wear, يعني هذا الشيرت او القميص مش واسع بما فيه الكفايه بالنسبه لي عشان ارتديه. طب اف, فكده ده جايب لك مضارع يبقى هو طالب اف, يبقى لازم نجيب حاله تانية, فاقول if this shirt were or was large enough I would wear it, كنت ارتدي. Number 2, I am not sure that she will come, انا مش متاكد انها هتيجي او مش هتيجي, فاقول she may come. Number 3, she gave me some advice, طبعا هنا طالب A. طيب هيتقول لي advice لا تعد, وA بتيجي بعدها اسم مفرد يعد. طب أعمل إيه في الحالة دي؟ قال لي نشوف حاجة اسمها التجزئة أو البارتيتيفز. Advice لما عاوز تقسمها أو تجزئها بتجيب a piece of advice, يبقى she gave me a piece of advice. Number 4, عمر is short so he can't play basketball, عمر قصير مش هيقدر يلعب باسكتبول. طب عاوز اف, اتفقنا لما يجيب لك مضارع يبقى عاوز حالة تانية افتراض عكس المضارع او عكس الواقع اللي هو بيسموه الاستحالة في المضارع, فبقول if عمر weren't short او ممكن اقول were tall he could play basketball. Number 5, he remembered to water the plants didn't he, هو تذكر إن هو يروي النباتات, ألم يفعل ذلك؟ طبعا ده question tag عاوز forget, فطبعا لما يجيب لي كلمة وفي كل كلمة موجودة تانية عكسها فبنفي الكلمة دي عشان المعنى يتساوى, فبقول he didn't forget, he didn't forget to water the plants, فبالتالي هغير بقى ال question tag يبقى did he. Number 6, if I were you I'd study harder, لو كنت مكانك كنت ذاكر كويس, فأقول له you should study harder.
Number seven, it is possible that he comes tomorrow. يعني من المحتمل إن يجو بكرة. بقول might, بقول he might come tomorrow. Number eight, she isn't wealthy, so she can't buy a car. يعني هي مش غنية لذلك مش تقدر تشتري سيارة. فبقول if she were or was wealthy, she could buy a car. Number nine, it is probable. Probable معناها محتمل برضو. That it rains, يبقى it may rain. Number ten, he didn't run fast, did he? I slowly. طبعا هنا هضطر برضو أنفي فبقول he ran slowly. He ran slowly. فأقول didn't he? Number 11, it's important not to have bad company. يعني مهم ان بيبقاش فيه صحبة, ان المهم ان يبقى فيش صحبة سيئة. او shouldn't, فأقول you shouldn't have bad company. Number 12, unless he is poor, he will buy a car. يعني لو ما كانش فقير كان هيشتري عربية. طبعا if هنا هضطر ارجع النفي بقى, بقول ايه if he isn't poor he will buy a car, لان unless بتساوي if not. Number 13, my advice to you is to give up smoking. نصيحتي ليك تبطل تدخين. يبقى الحل if I were you I would give up smoking. Number 14, you would better sleep and get up early. من الأفضل إنك تنام وتصحى بدري. يبقى you should sleep and get up early. Number 15, I'm not sure that she will do her homework. أنا مش متأكد إنها تعمل الواجب بتاعها. يبقى she may do her homework. Number 16, I went to America. أنا رحت أمريكا. فعاوز ذا فأقول I went to the United States of America أو the USA. طبعا ذا بتيجي مع أسماء الدول المركبة. Number 17, I can't fly because I'm not a bird. أنا مش قادر أطير لأني مش طائر. يبقى if I were a bird I would fly. Number 18, it is advisable to have spare keys. يعني من المستحب يبقى في معاك مفاتيح احتياطي. طبعا بدل it's advisable to هقول you should have spare keys. Number 19, if he doesn't finish the job he won't get his money. لو ما خلص الشغل مش هيحصل على المال بتاعه. Unless, قلنا unless بتحل محل if not. بقول unless he finishes the job he won't get his money. Number 20, this is probably his watch. ربما تكون دي ساعته. بقول this may be his watch. May be. Number 21, they are really late, aren't they? هم بجد متأخرين مش كده برضو. عاوز early. طبعا early بدل late يبقى هنضطر ننفي. هنقول they aren't really early. يبقى are they. Number 22, playing will make you win the match. انك تلعب كويس هيخليك تفوز مباراة. يبقى لو بتلعب كويس if you play well you will win the match. Number 23, we don't have enough money to buy a large flat. ما عندناش فلوس كافية نشتري شقة كبيرة. يبقى if we had enough money we would buy a large flat. Number 24, the tea is too hot to drink. How's because هنا الشاي سخن جدا مش قادر اشربه. يبقى I can't drink the tea because it is very hot. Number 25, without my father's help, بدون مساعدة والدي, I won't pass the test. ما كنتش هنجح في الامتحانات. Unless, يبقى unless my father helps me. حالة أولى عشان جاوبت عرفت جاوبت الشرط, I won't pass the tests. Number 26, they don't live next to school. هما مش عايشين جنب المدرسة. So they go there by train. بيسافروا بالقطار. طب لو كانوا عايشين جنب المدرسة ما كانوش هيسافروا بالقطر. يبقى if they lived next to school they wouldn't go there by train. Number 27, I have no money. عاوز نفي فأقول I don't have any money. Number 28, I didn't go out because of the heavy rain. أنا ما خرجتش بسبب المطر الشديد. عاوز so
فطبعا هعكس فأقول إيه there was heavy rain so I didn't go out. طبعا so لازم يجي وراها جملة كاملة وقبلها جملة كاملة. Make a study plan to save your time. اعمل خطة مذاكرة عشان توفر وقتك. يبقى if you make a study plan you will save your time. آخر واحدة في rewrite. How much paper do you need? كم كمية الورق اللي انت عاوزه؟ طبعا paper لا تعد. هو هنا طالب مفروض many طبعا. هو يقصد ها يبقى how many sheets of paper. How many sheets of paper. طب نبدأ نراجع السريع الترم الثاني من Oliver Twist وبعض الأسئلة المختارة يعني. Number one, who was Monks? What do you know about him? مين هو Monks وتعرف ايه عنه؟ طبعا Monks ده is Oliver's half brother, أخو Oliver الغير شقيق. He is tall with dark eyes and got a mark on his neck. طبعا he wants Oliver to be a thief to take his money. عاوز أوليفر يبقى حرامي عشان ياخد فلوسه. Number two, who was Dr. Losbern? What do you know about him? وتعرف عنه ايه؟ Dr. Losbern is Mrs. Mealy's doctor أو family doctor. يعني دكتور العائلة. He helped Oliver to get better and helped him to know how to read and write. Number three, who was Mrs. Mealy? مين هي Mrs. Mealy? What do you know about him? طبعا Mrs. Mealy is an old woman, a rich old woman who lives with her niece Rose, عايشة مع بنت أختها Rose, in a country house في منزل ريفي. She helped Oliver and took care of him. Number four, who was Mr. Giles? What do you know about him? طبعا Mr. Giles is the servant in Mrs. Mealy's house. He chased the thieves when they tried to rob the house. طبعا نفس الإجابة هتكلم على Mr. Brittles اللي برضو servant خادم. يبقى Giles و Brittles دول خدم في بيت Mrs. Mealy والاتنين طردوا اللصوص. Number six, who was Rose? What do you know about her? طبعا في معلومات عن روز أولية وفي معلومات عرفناها في آخر القصة. فنقول she is Mrs. Mealy's niece, بنت أخت Mrs. Mealy. She is very nice, very beautiful. She helped Oliver and took care of him. In the end, we discover that she is Oliver's aunt. في النهاية بنكتشف إن هي خالة Oliver. Number seven, what did Oliver do when he woke up after the robbery? أوليفر عمل إيه بعد ما استيقظ يعني صبيحة السرقة؟ طبعا he went to Mrs. Mealy's house. راح لبيت Mrs. Mealy. Number eight, how did they treat Oliver at Miss Mealy's house? Or they treated Oliver kindly at Miss Mealy's house? Explain. طبعا هنا بيقول لك إزاي عملوه وفي السؤال التاني أو الصيغة التانية هو إن هم عملوه كويس ووضح ده. طبعا هقول في الأول they treated him kindly. They asked for a doctor to him and took care of him and let him وسابوه live with them in the house, يعيش معهم في البيت. Number nine, what was the relationship between Monks and Fagin? العلاقة اللي ما بين Monks وFagin. طبعا هنقول ان Monks gives Fagin, كان بيدي Fagin money to make Oliver a thief. Number ten, how did Losbern help Oliver? Losbern saved Oliver from prison. طبعا هو helped him many times. Number one, he treated him عالجو. Number two, he persuaded Giles and Brittles, يعني أقنع Giles و Brittles اللي هما servants الخدم, not to tell the police that Oliver was with the robbers, إن Oliver كان مع اللصوص. So he saved him from prison. Number 11, why did Monks visit Mr. Bumble in the Three Cribbles Inn? وليه Monks زار Mr. Bumble في الحانة بتاعته؟ أو ليه اتقابله؟ خلاص كده. Monks wanted to get information about the old nurse. Monks كان عاوز يحصل على معلومات عن الممرضة القديمة who attended اللي حضرت Oliver's birth. طبعا دي ممكن تنفع نفس الإجابة number 12 اللي هو ليه Monks بي
Mr. Bumble 25 pounds. Plan to get information about the old nurse. Number 13, what did Mrs. Bumble say about the woman who nursed Oliver's mother? Mrs. Bumble قالت ايه يعني الست اللي كانت بترعى ام اوليفر لما ولدت اوليفر اللي هي الممرضة يعني. Mrs. Bumble told Monk that the nurse stole a gold locket with two locks of hair inside and a gold ring from Oliver's mother. قالت له ان الممرضة دي سرقت من ام اوليفر لوكت او زي ميدالية كده دلاية يعني ذهبية وفيها خصلتين من الشعر داخلها وفي كمان خاتم ذهب من ام اوليفر. Number 14, what did Monks do with the things he took from Mrs. Bumble? يعني Monks عمل ايه بالحاجتين او الحاجات اللي خدها من Mrs. Bumble؟ طبعا he threw the things into the river. رمى الاشياء ديت في النهر. Number 15, why did Nancy go with Fagin to his house? ليه نانسي راحت مع فاجن لبيته؟ طبعا to get money for Bill Sykes, عشان تجيب فلوس لبيل سايكس. Number 17, when and where could Rose meet Nancy again? يعني امتى نانسي وروز هيتقابلوا مرة تانية او ممكن يتقابلوا مرة تانية؟ هتقابلها يعني every Sunday الاول كل يوم حد night بالليل from 11 to 12 يعني من الساعة 11 ل 12 بالليل on London Bridge على كوبري لندن. Number 18, what did Rose offer Nancy? Why did she refuse her offer? روز عرضت على نانسي ايه وليه رفضت؟ طبعا هي عرضت عليها, she offered her money, she refused saying that she has her own life, انها ليها حياتها, and Rose has her own life. Number 19, who watched Nancy with Mr. Brownlow and Rose on London Bridge? مين اللي شافها؟ شاف نانسي واقفة بتتكلم مع مستر براونلو وروز. طبعا هو a spy of Fagin's, يعني جاسوس تبع فاجن. طبعا فاجن asked him to do so. Number 20, why did Sykes kill Nancy? ليه سايكس قتل نانسي؟ ايه مبرره له؟ Because she told the secrets of the gang to strangers, لانها قالت اسرار العصابه لغرباء. Number 21, what was the relationship between Brownlow and Monks? ايه العلاقه الحقيقيه اللي ما بين مستر براونلو ومونكس؟ مستر براونلو was a friend of Monks' father, يعني مستر براونلو كان صديق لوالد مونكس. Number 22, what was Oliver's mother name? ايه اسمها الحقيقي؟ Her name was Agnes. ناخد شوية كومنتس على السريع. Number 1, Bill left the boy in a ditch alive or dead. These words were said by Crackett, قالها Crackett to Fagin in Fagin's house. He told him about the failure of the robbery and Oliver's shot. Number 2, it was badly planned. Why didn't you keep the boy with you? يعني خطط لها بشكل سيء, ليه ما خليتش الولد معك؟ طبعا these words were said by Monks to Fagin in Fagin's house when Fagin told him that the robbery failed and Oliver was shot. Number 4, but it is not easy. He is not like the other boys, you know. When I sent him out with Charlie and Dodger, it was almost the end of us. طبعا these words were said by Fagin to Monks about Oliver. He told him that Oliver is different from the other boys. Number 5, she's gone soft on him and takes pity on the boy. طبعا soft يعني رقيقة أو ناعمة, يعني بقت رقيقة وطيبة مع الولد وبقت ترحمه. طبعا these words were said by Fagin to Monks about Nancy who was merciful أو رحيمة يعني to Oliver. Number 6, well, he is not dangerous. I think you should see him now. هو مش خطر, شوفيه دلوقتي. طبعا اللي قال الكلام دوت, these words were said by Dr. Lusburn, اللي قاله دكتور لوزبيرن to Rose and Mrs. Maley about Oliver. Number 7, can this really be a robber? معقولة ده يبقى robber؟ Surely not. He has probably never had a mother's love and he is so young. هو صغير قوي. These words were said by
روز to Dr. Lisburn and Mrs. Mealy in Mrs. Mealy's house when Oliver was shot and brought Dr. Lisburn to look after him. طبعا she had a pity on him, يعني هي كانت بترحمه وقالت ازاي ده يبقى حرامي او لص. Number 8, can you swear that he was one of the robbers? It is a terrible thing to swear to lie. تحلف ان هو كان واحد من العصابة. طبعا ده شيء سيء انك تحلف وانت بتكذب. طبعا these words were said by Dr. Lisburn to Mr. Giles. طبعا قال الكلام ده لمستر جايلز وهو one of the servants about Oliver. He was persuading him not to tell the police, يعني كان بيحاول يقنعه انه ما يقولش البوليس that Oliver was with the robbers. Number 9 و10 و11 و12 نفس الإجابة. طبعا هنشوف كده you are Mr. Bumble, انت Mr. Bumble the master of the workhouse. Number 10, think back 12 years ago, ارجع بالذاكرة 12 سنة when a thin bill faced boy was born, لما اتولد ولد شاحب حجمه صغير كده, a boy who later became apprentice to an undertaker, الولد اللي بعد كده بقى مساعد للحانوتي. Number 11, I want some information and I am willing to pay for it, وانا مستعد ادفع لها. Number 12, I'm not interested in the boy, انا مش مهتم بالولد. I want to meet the woman who nurses the boy's mother, انا عاوز اقابل الست اللي كانت ممرضة مع ام الولد. طبعا كل هذا الكلام اجابته these words were said by monks to Mr. Bumble in the Three Cripples Inn, في الحانة اللي كانوا موجودين فيها, when he paid him 2 gold coins, اداله 2 gold coins to get information, عشان هيحصل على معلومات about the woman who nursed Oliver's mother, عن الست اللي كانت بترعى ام اوليفر. Number 13, she died last winter but you can speak to my wife who nursed her before she died. What name shall I ask for? الجملتين دول قالهم Mr. Bumble. These words were said by Mr. Bumble to monks when he asked him about the nurse who nursed Oliver's mother. He told him that she died last summer. Number 15 و16 و17 هيبقى نفس الإجابة. The old nurse told you something on her deathbed. I paid 25 pounds. هدفع عليك 25 جنيه. Now pick up the money and tell me what she said. خد الفلوس وقولي لي قالت ايه. طبعا الكلام ده كله قالوا monks. يبقى these words were said by monks to Mrs. Bumble about the old nurse, عن الممرضة القديمة. He wanted information about her and he asked her what she said. Number 18, I'm just tired of waiting this place. أنا يعني زهقانة من قاعد هنا. Give me Bill's money, اديني فلوس Bill or else he will be angry with me, وإلا هيتضايق مني لأن أنا اتأخرت عليه. طبعا these words were said by Nancy to Fagin in his house, في البيت بتاعه. She went there to get money for Sykes. Number 19, thank you for seeing me miss, شكرا انك شفتيني او قابلتيني يا أنسة. I am going to put my life in your hands, انا حط حياتي بين ايديكي. Number 20, I have lived among thieves, انا كنت عايشة وسط اللصوص all my life, طول حياتي. Thank God that you have had friends and family, احمدي ربنا ان انت عندك اصدقاء وعندك عيلة to love you, يحبوكي and care for you, ويعتنوا بيكي. طبعا these words were said by Nancy to Rose in the hotel. She wanted to tell her about the bad plans, كانت عاوز تكلمها عن الخطط السيئة of Fagin and Monkus against Oliver. Every Sunday night from 11 until 12 I will walk on London Bridge. كل يوم حد بالليل من الساعة 11 ل 12 هكون بتمشى على كوبري لندن. طبعا these words were said by Nancy to Rose when she asked her when and where they would see her again. يعني لما سألها هنشوفك امتى, فقالت لهم كل يوم حد على كوبري لندن من 11 ل 12 بالليل. Number 22, you and I are different, انت وانا شخصين مختلفين. طبعا these words were said by Nancy to Rose when Rose wanted to give her money
and she refused. Number 23, we must call on him at once and tell him I didn't steal his books and take the money. لازم نزوره حالا واقول له ان انا ما خدتش الفلوس او الكتب ما سرقتهاش. طبعا اللي قال الكلام ده هو اوليفر. طبعا these words were said by Oliver to Rose when he saw Mr. Brownlow. He wanted to prove that he was not a thief. Number 24, I will come with you on Sunday. Now let us go and see Oliver again. طبعا these words were said by Mr. Brownlow to Rose when she visited him with Oliver. She asked for his help. Number 25, we must find Monks. We must discover his secrets. Then put Monks into my hands. طبعا these words were said by Mr. Brownlow to Nancy when they met on London Bridge. Number 26, has he got a large red mark like a burn on his throat? عنده علامة حمراء زي حرق كده على رقبته. These words were said by Mr. Brownlow to Nancy when he met her on London Bridge. قال الكلام ده لنانسي لما تقابلوا على كوبري لندن. They were talking about monks. بيتكلموا على monks. Number 27, we can find you a safe place either in England or in another country. احنا ممكن نلاقي لك مكان آمن سواء في انجلترا او برا انجلترا. طبعا برضو these words were said by Mr. Brownlow to Nancy. He wanted to help her. He wanted her to escape from the gang. Number 28, you must tell me everything. If you refuse, I will hand you over to the police. These are your choices. انت لازم تقول لي كل حاجة. لو رفضت هسلمك للبوليس ودي الاختيارات الوحيدة بالنسبة لك. طبعا these words were said by Mr. Brownlow to Monks when he caught him and brought him to his house. He wanted the information about what had happened to Oliver. Number 29, this is a nice way to treat the son of your oldest friend. دي طريقة لطيفة انك تعامل ابن صديقك القديم. طبعا these words were said by Monks to Mr. Brownlow when he caught him in his house. Number 30, your story is a long one. يعني قصتك قصة طويلة. But you have no proof of what you say. ما عندكش دليل على كده. طبعا these words were said by Monks to Mr. Brownlow when Brownlow told him what had happened to Oliver. ننتقل بعد كده لآخر حاجة في مراجعتنا النهاردة إن شاء الله اللي هي البويتري وقصيدة تايجر. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. بيقولي paraphrase these lines. طبعا سطرين دولت ويجيب لي أحد السطور أو يعني بعض سطور من القصيدة ويقولي paraphrase مثلا اشرح. طبعا the poet describes the tiger. He is very amazed by the sight of the tiger, especially in the night and in the forest. الشاعر بيتكلم على النمر وبيوصفه وبيوصف جماله المشاع خاصة في الغابة بالليل. Number 2, write two figures of speech. اكتب صورتين يعني من الصور أو المواطن الجمال. عندي هنا metaphor يعني استعارة. إن the poet في أول سطر يعني tiger tiger burning bright. إن the poet is comparing the tiger to a burning flame. إن الشاعر بيقارن ما بين أو بيشبه النمر باللهب المشتعل. وطبعا برضو ممكن عندي alliteration. Alliteration هي الحروف الاستهلالية في أول الكلمة بكلمة burning وكلمة bright حرف البي. وكمان عندي personification يعني تشخيص في إن هو the poet speaks to the tiger بيكلمه as a human who could listen him يعني كإنسان ممكن يسمع. ناخد كمان سؤال. In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings do I aspire? What the hands do seize the fire?
بيقول لي السؤال الأولاني what is the main idea of the poem؟ إيه الفكرة الرئيسية للقصيدة؟ The poet speaks about the tiger and the beauty of its creation. يعني بيتكلم على النمر وجمال خلقه. What is the rhyme scheme؟ إيه هو الرايم سكيم لهذه القطعة؟ طبعا هي AABB. طبعا skies eyes زي بعض. Aspire fire زي بعض. AABB. آخر سؤال عندي. And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart؟ بيقول لي paraphrase these lines. طبعا the poet is amazed. الشاعر مندهش. About the creation of the tiger and its strong muscles وعضلاته القوية and its beauty وجماله. طبعا he asks who could create this beautiful creature except God. مين يقدر ان هو يخلق او يصنع هذا الجمال ما عدا الله. Number two, write two figures of speech. طبعا عندي في هنا metaphor في لما بيقول لي the sinew of thy heart. The sinew of their heart. طبعا the poet is comparing the sinews of a heart to metal bars. Sinew معناه يعني سلاسل يعني. The sinew to a metal bars that can be twisted. وحتى بيقول twist عليها. فيبقى هنا في metaphor. طبعا تاني حاجة عندي برضو personification. The poet speaks and asks the tiger as a human who could listen. وبكده يبقى خلصنا المراجعة النهاردة. معلش طولنا عليكم. وياريت لو عجبتكم المراجعة ما تنسوش الاشتراك في القناة لان ده بيدعم القناة وبيجيب كل جديد ليكم لو فعلتوا الجرس. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.